مشاهدينا متابعينا يسعد مساكم. الأجواء بدأت تنطلق في محافظة طول كرم في شهر رمضان المبارك وأمسيات رمضانية، حضور مميز وأيضا خروج للناس للشوارع أيضا والتسوق للتحضير لشهر رمضان المبارك وأيضا لعيد الفطر السعيد. مشاهدينا متابعينا دائما معكم من خلال هذه الشاشة بصحبة حلويات الماسة. اربح على المطلع مع حلويات الماسة في هذه الأمسية المميزة دائما. مشاهدينا اربح الجوائز والمميزة، لا تنسوا حلويات الماسة المميز دائما في محافظة طول كرم. معنا حلويات الماسة، شو رأيك بحلويات الماسة؟ مرتبة ما شاء الله. مرتبة. طيب محمود بتجاوب نعطيك جائزتك مباشرة من حلويات الماسة، ماشي؟ اسمع السؤال بيقول: ابني يا بنا ودير بالك منه، امي اجابت امه جوز وجوزي اخو عمو. شو بس خلينا نشوفها. طب الاول هي كمان مره، يلا اقراها. يلا يلا وجوزي اللي عنده الجواب خليه. ابوي يعني المجابة. ايش؟ لا امي جابت امه. يلا ابني يا بنا ودير بالك منه، امي جابت امه جوزي اخو عمو. شو امي جابت امه؟ طيب هسه بنشوف. تعال شو شو يا سيدي تعرفش ولا حكي. شو يا سيدي؟ خش تعرفش. شو بنا بابني. بنا بابني بلوك. لا بنا بنا ابني، يعني بتقول للبنا هذا ابني. طيب شو و... جواب الاخر. ابنها 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 محمود. ابني ابني يا بنا البنا بنا ابنها. الجواب ابنها. جواب صح صح. شو اسمك انت؟ شاهر لافي من ارتاح. اهلا وسهلا فيك يا شاهر. هاي جايتك من حلويات الماسة، بكره بتسلمها. شو بتحكي له؟ كل عام هو بخير وان شاء الله للامام. اذا بتجاوب على سؤال بتاخذي جائزتك من حلويات الماسة مباشره. منيح. طيب بقول لك: كم مره ذكرت فباي الاء ربك تكذبان؟ كم مره ذكرت في السوره؟ سوره الرحمن. ست مرات. ايش؟ ست مرات. لحد لا يلا ثلاث. كم مره ذكرت فباي الاء ربكما تكذبان في سوره الرحمن؟ ثلاث يمكن. ثلاث؟ لا يا بنت الحلال، في كل ايه كانت تتكرر. غير السؤال. 70 مره. ايش؟ 70 مره. 70 مره. طولت كبرت. انا اربعه. طيب اسمع، طيب هي سؤال غير. وين ما تروح لازق فيك، شو خيالك ظل؟ وين ما تروح لازق فيك. شو اسمك انت؟ سماح. سماح. طيب شو الاشي وين ما اسمك؟ اسمك. اسمك الاسم. وين ما تروح لازق فيك الاسم. طيب من حلويات الماسة بتسميها بكرة. تعرف حلويات الماسة بكرة؟ بتحكي له كل عام وانت بخير. وانت بخير. شكرا. شكرا. كل عام وانت بخير. طيب مشاهدينا بنكمل معاكم في أمسية جديدة، سؤال جديد، حزيرة جديدة بصحبة حلويات الماسة. مين راح يشاركنا في هذه الأمسية الجديدة؟ تعالوا معنا، سؤال جديد وحزيرة جديدة. تعال أجواء مميزة شوي، يعني أنا القعدات هاي بحبها. بس ما انكسرش الكرسي. مساء الخير. عليه مثلا. كل عام وانتم بخير. انت بخير. صحة والسلامة. رمضان معك. الحمد لله تمام. كيف حلويات الماسة؟ ألف ألف. احنا اليوم برعاية حلويات الماسة. اهلا وسهلا. ماشي يا سيدي. ماشي. طيب هاي كملنا هذا السؤال، خففنا عنك. طيب كم مرة ذكرت فبأي آلاء ربكما تكذبان في سورة الرحمن؟ توقع 24. 24. لا اكثر ولا على حالك أكثر. اكثر. يلا ايش عمو قديش؟ 32. لا 48. لا قلل. 45. لا 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 31. قديش؟ 31. طيب 31 مرة. 31 مرة ذكرت فأبي آلاء ربكما تكذبان في سورة الرحمن. نعم. شو بتقول للماسة؟ لا هذا السؤال. هاي من حلويات الماسة بتسلمها بكرة. شو بتحكي له؟ كل عام هم بخير وإلى الأمام إن شاء الله. كل عام وانت بخير وصحة وهنا. الله يبارك. احنا مع حلويات الماسة. شو رأيك بحلويات الماسة؟ الحمد لله منيحة. كويسة؟ وحلويات الماسة أجمل الحلويات عندنا والأشهى أكيد. طيب شو اسمك؟ أحمد. أحمد. أحمد محمد. من وين أحمد؟ من طول كرم. طيب اسمع،
إذا بتجاوب على السؤال بتأخذ جائزتك من الحلويات الماسة. ما هو الجزء الذي لا يصله الدم في جسم الإنسان؟ عمل بحواجبه هيك. الدماغ. إيش؟ الدماغ. تعال إذا بدي أجاوب. يلا احكي لي شو. بعرف شو يمكن الدماغ. الدماغ. طيب. المخ. المخ. إيه. هاي تاني مرة. يلا. إيه. إيه. العقل. 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 العقل زيني ما شاء الله. طيب شو يصير؟ العيون. العيون. هلا أنت تقريبا وصلت 50% من الإجابة. بس مش العيون. مش العيون. آه. الآن. 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 لا. وصلت 50%. السنان. لا لا أنت خليك بمنطقة العين. أنا بقول لك وصلت 50%. 50%. طيب شو ما هو الجزء الذي لا يصل الدم في جسم الإنسان؟ الحواجب. الحواجب. نقول لك خليك بالعين يا زلمة. خليها بالعين. البؤبؤ. شو؟ البؤبؤ. البؤبؤ لا. ما هو الجزء الذي لا يصله الدم في جسم الإنسان؟ الأظافر. الأظافر لا. لا. مش الأظافر. الشعر. ولا الشعر. يلا. هلا أنا بدأ. هلا. هلا أنا بطلع أنا بمهد لك إياها. هلا في واحد كال العين مزبوط؟ هي في منطقة العين شي بس. بؤبؤ. لا. رموش. ما فيش. لا حبيبي ارجع ورا. بس بعرف ايش أكثر منها. لا. شو يا عمي؟ أكم مرة جاوبت انت؟ البصرة. البصرة. لا. شو يا عمي؟ إيه. شو اسمك انت؟ هيا. هيا. هيا يا أحلى هيا. طيب هيا تعال عندي هون. تعال 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 يا شطور. تعال. شو اسمك انت؟ قلت لي طلع علي طلع علي. شو اسمك انت؟ هيا. 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 اسمعي قولي لي حلويات الماسة 5 مرات بسرعة. حلويات الماسة. حلويات. يلا. الماسة. الماسة. قولي الماسة. 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 هاي هديتك من الماسة. قولي له شكرا. شكرا لك. شكرا لك. كل عام وانت بخير. يلا. سلم لا يصعد عليه احد شو؟ سلم مش ضل احد. اه. كل شهر كمان نستنى فيه. يلا اقطع يومه. كل شو؟ كل شيء. كل شهر. لا تردش عليه بجاوب عنك غلط يا جماعة. كل شهر بنصير قصة وحكاية. فلان صرح الراتب نزل. فلان لا ما نزلش. لا طلع. لا نزل في البنك. شو سلم ايش بسموه؟ الراتب. الرواتب. رواتب. الرواتب. سلم الرواتب يا جماعة. سلم لا يصعد عليه احد. سلم الرواتب. طيب هي جائزتك من حلويات الماس. حلويات الماس اكيد سمعت فيها. نعم. اه نعم. طيب شو رايك بحلويات الماس؟ ممتازه وزاكي ويعني مشهوره بكل كرم. طيب. ومعروفه سيدي. في سؤال بدنا نسالك اياه. ماشي طلع السؤال. شو بقول هذا مش السؤال هذا. طيب عائله مؤلفه من 9 بنات واخ لكل منهن فكم عدد افراد العائله؟ 12. شو 18. برافو عليك. سفكولي. انا اللي جاوبت. سفكولي. انت انت انا انا. طب لمين نعطي الجائزه؟ امزعها بينكم جوز. احنا اخوان. انتوا اخوان. اه. طب الجواب غلط. يلا. العدد افراد عائله 12. 12 بنات والاخ اخوهن وام والاب. لا كمان مره. عائله مؤلفه من 9 بنات واخ لكل منهن كم عدد افراد العائله؟ 10. 9 بنات. 9 بنات واخ لكل منهم يعني واحد. آه، 10. نعم 10 بدون ام واب. 10. نعم ابو ام. مزبوط. 10. واجابه صحيحه. هاي جائزتك من حلويات الماس. يسعد مساكم دائما. سنتواصل معكم يوميا على شاشة تلفزيون الفجر الجديد. اربح على المطرح. مشاهدينا ألقاكم غدا إن شاء الله في أمسية جديدة ومتجددة بصحبة حلويات الماسة. اربح على المطرح. كان برفقة من وراء الكاميرا علاء الجلاد ومني أنا منتصر العنان. يسعد مساكم وغدا ألقاكم طل جديدة مع حلويات الماسة.